ما عرفتش واش للاسف ولا ماشي للاسف، الاغلبيه ديال الناس ديال النساء تتعتني بالبشره ديالها، هذا مساله جيده. والاغلبيه ديال الكريمات اللي تيديروا فيتامين او، يعني مستخلص من اللوز، مستخلص من الجوز، مستخلص من الافوكا، مستخلص من مستخلص من. انت تقولي كولي بان عليك، هاد كولي بان عليك راه قبل ما ندهن وجهي على برا خاصني نتنفع بالمكونات. فالقرقاع هنا لاحظ معايا ان القرقاع واللوز الشركان في واحد المساله هو لومبالاج ديالهم، لومبالاج القرقاع ولومبالاج ديال اللوز، واللوز فيه لومبالاج زايد لانه سونسيبل اكثر من القرقاع، ولكن بجوج بهم عندهم لومبالاج قاصح، نقدروا نقولوا خشبي، وهذاك لومبالاج الخشبي ماشي غير هكاك، لان اللوز ولا القرقاع فيهم مكونات غذائيه اللي هي تري سونسيبل، وهذه المكونات الغذائيه اللي هي سونسيبل بزاف تيخصها نحافظوا عليها، والله سبحانه وتعالى دار لنا باش نحافظوا عليها باش يمكن توصلنا في احسن ظروف، ولكن بعض الاحيان يعني الاستهلاك ديالنا تيخسر هذيك الفائده، وخصوصا عندما يتم قلي هذيك الاغذيه في الزيت او لا يعني تناولها بطريقه غير صحيه. فباش نبداو يعني ملي تنهضروا على القرقاع، القرقاع ما يمكنناش نهضروا على القرقاع بلا ما نهضروا على الدهنيات اللي فيه، هذه النقطه الاولى، لانه غني بالدهنيات، وخصوصا الدهنيات الغير المشبعه، وخصوصا الاوميغا 3 اللي هي مرتفعه بشكل كبير في القرقاع، وكاين هناك كذلك النحاس، وحنا دائما تنقولوا بان النحاس عنده علاقه بفقر الدم، عنده علاقه بالحديد، بحيث انه تساعد في تحويل الحديد المعدني الى حديد عضوي باش يمكن الجسم انه يستفيد فيه، يستفيد منه. بالاضافه لهذا القرقاع فيه ماده الفوسفور، فيه ماده البوتاسيوم بشكل كبير، فيه الارجينين اللي هي حمض اميني داخل في خانه البروتينات اللي هي مهمه بالنسبه للشرايين، فيه تريبتوفان كذلك اللي هو حمض اميني اللي عنده علاقه مع السيروتونين. فهاد الاحماض الامينه يعني فيه بروتينات نباتيه اللي كنا تحدثنا عليهم في الحلقات الفائته. بالاضافه لهذا فيه مجموعه من الاملاح المعدنيه، فيه المغنيسيوم، فيه الحديد، فيه فيتامين بي 1، فيه فيتامين بي 6، فيه لي فولات، فيه كذلك كيف ما قلت الفيتامين او. الوغ هذا الفيتامين او عندها علاقه مباشره مع الجلد ديالنا، عندها علاقه مباشره مع الشعر ديالنا، عندها علاقه مباشره لان هي مضاده للاكسده، وبالتالي في الوقايه من مجموعه من الامراض. ولكن السؤال المطروح اللي بغيت نطرحه الان على الساده المستمعين، اخر مره كليتو فيها القرقاع؟ نشوفكم بلاصتهم عاشوره. ربما كاين بزاف اللي غيكونوا كلاو في عاشوره اخر مره، ما غيكونوش كلاو القرقاع، كلاو غير اللوز، حتى القرقاع محالش. للاسف علاش؟ كاين اللي غيقول لك غالي، غنقول لك انا ما غاليش، لان احنا ما تنقولكش كل رابعه في النهار، انا تنقول لك كل حبات في النهار، ثلاثه ولا اربعه. والله القسم يا سميره هاد الايامات كنت في فاس شريت التمر ب 10 دراهم الكيلو. فين القسم؟ والله القسم الى 10 دراهم الكيلو غنجيب لك الدوقيه صغيور وواحد الحلاوه بلوح بحال بلوح. عرفتي شنو درت؟ عمرت ميكا كبيره، واللي غادي تيقول لي تيجي يسلم عليا باش يتصور معايا تنعطيه حفنه ديال التمر، وتنقول له دار ب 10 دراهم. ما تيقتلش تتفرق على الناس. لا علاش؟ باش الناس يفهموا بان راه ملي تنهضروا راه ماشي ضروري يمشي يشري التمر ب 120 درهم. راه لان فيه الخصائص ديال التمر، فيه المكونات. راه تنهضروا راه 10 دراهم، بالله عليك كيلو ب 10 دراهم. اشنو يعني راه غيان، غتاخذ خمسه د الحبات ولا سته د الحبات في النهار، الا كنتي بوحدك كيلو راه يقدر يكمل لك شهر. حنا الناس ملي تنهضروا على القرقاع ما تنقولوش انهم ياكلوا رابعه في النهار. لا هو في الحقيقه يعني مؤخرا غلا بزاف القرقاع، غير كاين قرقاع وقرقاع، تيبقى القرقاع البلدي ديالنا. نعم. ديال جنوب المغرب. نعم. تيبقى هو الاحسن بطبيعه الحال، ياك هو هذاك اللي تيكون ما متساويش بزاف، شويه كحيحال، هذاك هو اللذيذ، هذاك هو البلدي، هذاك اللي ناضي ونقيقي وزوين ما تيكونش لذيذ بحال ديال البلدي. ما تيكونش لذيذ، وحتى الفهم المنافع ماشي هي. وغير باش نشير لواحد المساله، القرقاع راه دابا ملي تنهضروا دائما غنرجع انا، بواطه ديال الشيب تساوي 20 درهم. هذيك 20 درهم شويه قرقاع مثلا، وغير ما غيدوز لك اللي جابت لك في الجرامات، وما غيدوز لكش غير ديك الساعه. هذيك 20 درهم القرقاع راه خصوصا غادي تلفع منه الجسد ديالك. حنا تنهضروا على جوج حبات القرقاع في اليوم الا كان بشكل متواصل،
يعني غتشري جوج كيلو مثلا في الدار، فيق الصباع عطي جوج حبات لمرتك وعطي جوج حبات لولدك، كل جوج حبات وسد عليه في الكوفر فور ولا سد عليه في البلاكار حتى لا غد لي كاع الا مشينا كاع نوصلوا حنا لهالدرجه هذه. علاش؟ لان قيمته الغذائيه راه ما عندها ثمن، راه ملي تنهضر لك بانه مضاد للسرطان. واخا شنو علاقته مع الدماغ؟ لان كيفما شفنا في المواقع ديال التواصل الاجتماعي قال لك بانه مفيد للدماغ لان الشكل ديالو تيشبه ليه. علاش؟ لان فيه الاوميغا 3، فيه المغنيسيوم، فيه الفوسفور، فيه البوتاسيوم، فيه النحاس، وفيه الحديد، وجوج قرقعات كافيين باش ناخذ هادشي كامل. فيتامين بي 2 وفي فيتامين بي 6، هادشي كامل كاين قرقعه وحده. قرقعه وحده غتجيب لك هادشي. حيت علاش؟ ملي تيولي تستهلكو يوميا راه تولي قرقعه وحده كافياك. الا كنتي تستهلكو مره في العام راه كيلو ما غيكفيكش. دابا راه خصنا نفهموا بان الجانب الغذائي ماشي في الديمومه، في سي لا فريكونس، قليل ومداوم كثر كثير ومقطع، كثير ومقطع. فخصني ندوم عليه باش يعطيني نتيجه. لان هذا الفيتامين او اللي العالم الان تيهضر عليها فيما يخص المستحضرات وفيما يخص التجميل وفيما يخص البشره وفيما يخص الشعر وفيما يخص وفيما يخص، راه كاين اللي ما تيدخلهاش للجسم ديالو. نعطيك مثال بسيط، شخص اللي ما تيتلوش اللوز، ما تيتناولش القرقع، زيت البلديه ما تدورش عنده في الدار، ملي غيجيب الفيتامين او ما كايناش، وتيدهن لك شي كريم بالفيتامين. ماشي 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 وحده، اربعه خمسه قبل ما تدهن، خصها تدهن اربعه ولا خمسه ديال الكريم قبل ما تخرج. انا ماشي ضد الكريمات، مزيان يكونوا الكريمات ما عنديش مشكل، غير يكونوا مكملين. نبداو بالداخل ديالنا. فملي تنهضروا على الاوميغا 3، الان الكل يتحدث على الاوميغا 3 عالميا، الكل تيتحدث على الاوميغا 3 والناس تيمشيو يشريوها سو فورم دو كومبريمي، ولكن حنا عندنا في القرقاع راه كان المغربي تدخل عنده تيحط لك طبيس اللوز وطبيس القرقاع وبراد ديال اتاي. بالله عليك سميره، دابا شوف نديرو الكالكول، غتمشي عند واحد الضيف تمشي تتشري ليه واحد الحلوه من الباتيسخي ان غون كاطو، شحال تتشريه؟ ايوا القليله واحد 200 درهم ولا 250 درهم. كيلو دلوز كيلو القرقاع، لا ما تجيبش لك، ما تجيبش كيلو اللوز وكيلو القرقع، كيلو مخلط مثلا. يلا دير حنا كيلو مخلط وديرو زيد معاه كيلو ديال التمر. دابا القرقع تقريبا راه 180 درهم، ديرو حنا نص كيلو قرقع ونص كيلو لوز، نص كيلو لوز وكيلو تمر وتجيبها لك وخلطهم ودخل عنده. اولا عندك فيها الاجر، ثانيا عطيتيه درس، جبتي ليه ودني مزيان وقول له اسيدي حط لي انا كل هذاك الشيء اللي جبت انا، ما تحط لي حتى حاجه زيد داكشي الاخر خليه عندك كله انت، حط لي شنو جبتي انا حط لي ناكلو. والله القسم الى احسن ما كاين، الناس يعطيو لولاداتهم الصباح التمر باللوز ولا التمر بالقرقاع، لان تجيب لي البروتينات، تجيبوا لي الدهنيات، تجيبوا لي الاملاح المعدنيه من اجل تنشيط الخلايا الدماغيه باش يمكن لي انني نركز. قلت لك انا ولدي ما كانش يبغي ياكل لي القرقاع، لا التمر واللوز كان تيعجبو، القرقاع ما تيعجبوش. شنو هي الحيله اللي درت لي الساندويتش؟ ساندويتش ديال التمر مع القرقع. سي با فري. والله قلت لها عرفتي شنو غنديروا ساندويتش؟ نطور انت. لا لا عرفتي نطور حتى نعيط من الولاد الصغار تيطوروا اكثر منك. هي دونك درنا ليه، حلينا التمره وحينا من العظم ودرت ليه القرقع في الحله. احسن من العار. قلت لها هذا هو ساندويتش ديال التمر. الحيله احسن من العار. بعد الخطرات يكفي انهم يذوقوا، بعد الخطرات ما تيعرفوش المذاق ديال حاجه وما تيبغيوهاش. بطبيعة الحال. دونك مشينا على اساس خليه على الساندويتش باش بدا تياكل ليه التمر بالقرقع. دونك انت شوف شوف هنا اشنو طلب منك؟ طلبت منك فقط واحد الحنكه، واحد شويه ديال الذكاء، وعطيتيها لولدك وجابها. وسما بخي بوكو تو سي با غاف، وصلتي لو ريزولتا، وصلتي لو ريزولتا. فعاد معنا انا نبقاو نغوتو، انا نبقاو نديرو وما تشبعت وما عطاتش نتيجه ولكن ملي درتيها الطريقه عطات نتيجه. فهنا يعني هذه فقط بالنسبه للناس، يعني خصهم يلقاو الحيل مع وليداتهم اولا. يعطيو المثال شي القرقع، انا نقول لك بالنسبه للاطفال بين التجارب اللي كنا درنا في هذيك المساله اللي درنا بالنسبه للاطفال، هي راه حطها مثلا حطها في الطبله وخليها بصح وخليها محطوطه 24 سيغ 24 ودوز انت نقب وقول لي هذا القرقع شحال بنين وما تشوفش شي ما يشوف فيك. ها قول سمع عليه وزيد وسير تخبى مورا الحيط وغيبان لك انه مشى هز ديك القرقعه ودارها في مو بلا ما تسيق انت الخبار. علاش؟ لان لونفون راه سي با اون ماشين ا اكزيكوتي، حتى هو لي زورد وتطبقهم، راه حتى هو بنادم، حتى هو تيحس، هو تيفهم، حتى هو خصنا نشرحوا ليه، حتى هو خصنا نفسروا ليه، حتى هو فيه النفس ديالو، حتى هو نفسه خايبه. تقول لك ما يمكنش انا عاد غوت عليا ونمشي ناكلها قدامه وغناكلها بتخبع عينيا منه باش ما يقولش لي هكذا هم الاطفال. فالحيل احسن من العار، ولكن خصنا نرجعوا اننا ندخلوا القرقاع في النظام الغذائي ديالنا.